بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. عن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا من بيت الله متشيعا متوسلا متواضعا، صلى ركعتين كما يصلي الدليل، لم يكن فلكم عالما. رواه مسلم وصححه الترمذي وابو رواه وابن حبان. وعن عائشه رضي الله عنها قال: شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبه المرء، فامر بالمكرم وقضي على اهل المصلى وعلى الناس يوم يمكو فيه، فقال ان بدا هذه الشمس، فقال عليهم فكفر عن الله ثم قال: انكم كفرتم بيت ايامكم، فختم عبد الله ان تدعوه وعلى ان تستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا اله الا انت، لا اله الا انت، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الملك واجعلنا انزل علينا قوه وبلاء بالاخرين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي الخيار بقليل، محبلا للناس بعضهم وقال لله وقال رب العالمين. ثم اقبل على الناس ونزل الى ركعتين، قال الله تعالى سبحانه: فقعد وقام ثم انطلق. رواه ابو داود وقال غريب واسناد كله. وقصه التحميد في الصحيح من طريق الكتاب زيد الوليد وقد وجه ذلك المسجد وصلنا ركعتين جاءكم بكره جراحه. وابتدا رسول موسى الى الجاهل بالله وحول الله ان يتحجر الله. وعن انس بن عون دخل المسجد مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم. فقال: يا رسول الله، فاتت الاموال وقال السبل، فان الله عز وجل لم يكن رفع يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، فدخل فيه وفي الجراح في شاكها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: اذا قعدوا استسقى ابن عباس بن عبد المطلب وقال: اللهم انا كنا نستسقي اليك من عندنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بأمر نبينا فاسقنا فنسقى. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال: أصابنا وحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر، قال: فحسرت أمره حتى أصابه من المطر، وقال: إنما الكريم عبد الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صل على النبي محمد. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في آية الاستسقاء: اللهم اجعل من بين آدم تأتيك مقصدا يدعو الله ربك وتؤمن به وذلك إقرارا سجدا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو رمضان في صحيحه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: استسقي، فراى عينه المستقبل الحمر في الاراضين الحوارون اهل السماء تقول: اللهم لما اخذتم بالحرب ليس بنا من الاشقياء. فقال: اعتذروا فقد خطبوا بالله فايدكم. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار الله الى السماء. قال المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا لنزول المطر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المطر رحمة للناس تحيا به الأرض بعد موتها بالنباتات المختلفة، مصالح العباد لرعيهم، رعي مواشيهم، ولسقي الأشجار من النخيل وغيرها، ولملء الآبار وتخزين المياه في الأرض لحاجة الناس. فنزول المطر تتعلق به مصالح كثيرة للعباد وللبهائم وللحشرات ولجميع المخلوقات. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق هو المطر، وما توعدون وهو الجنة. فالمطر تتوقف عليه حياة الأرض وحياة الناس وحياة البهائم وجميع المخلوقات المتحركة وذوات الأرواح التي تتغذى تعيش على الغذاء، هذا كله ينشأ وينتج عن المطر. ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من ذكر المطر والتمنن بإنزاله على العباد وبيان فوائده ومنافعه، مما يدل على أنه من ضروريات الحياة. فإذا امتنع المطر تضرر الناس والبهائم، حتى ورد في تفسير قوله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن المراد بذلك أن الدواب والحشرات تلعن عصاة بني آدم وتقول: ما منعنا القطر إلا بسببهم. والمطر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله وهو الذي يحبسه، فينزله بفضله ورحمته ويمسكه عن الناس بذنوبهم ومعاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا. في الحديث: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، يعني الجد والحباس المطر، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا كان المطر بيد الله وهو الذي ينزله وهو الذي يحبسه، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند انحباسه بالتقرب إليه والتوبة إليه ودعائه، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. وهذا سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يستسقون. استسقى موسى لقومه: قل نضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. استسقى سليمان كما في الحديث الذي سمعنا، واستسقى محمد صلى الله عليه وسلم. الاستسقى سنة نبوية من سنن الأنبياء. وهذه صفة المؤمنين، أنهم إذا مسهم شيء من الحاجة والفقر تضرعوا إلى الله، بخلاف الكفار فإنهم إذا مسهم الضر زادهم ذلك كفرا وقنوطا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالكفار يزيد قنوطهم وشرهم ووعدهم عن الله عند انحباس
الأمطار وغيرها من الشدائد. أما المؤمنون فإنه يزيد تعلقهم بالله ورغبتهم فيما عند الله، ويتحرون الفرج ويتقربون إلى الله عز وجل. وكذلك المخرفون من المشركين وأصحاب العقائد الباطلة يلجؤون إلى غير الله لطلب نزول المطر، فمنهم من يذبح لغير الله، يذبحون في أماكن معينة تعينها لهم شياطين الإنس والجن على صفة يذكرونها لهم، ويعتقدون أنه عند ذلك ينزل المطر، فيشركون بالله عز وجل ويزعمون أن ذلك يسبب لهم نزول المطر. ومنهم من يلجأ إلى الأضرحة والقبور والاستغاثة بالأموات يطلبون نزول المطر. فهذه عادة المشركين في كل زمان ومكان. ومن الملاحدة من يزعم أن نزول الأمطار راجع إلى الطبيعة، راجع إلى الطبيعة والمناخات، ويظنون أن هذا أمر طبيعي متعلق بالمناخات كما يقولون، وينسون أن هناك أمكنة كانت مخصبة من بلاد العالم ولكن انحبس عنها المطر فصارت مجدبة بعد أن كانت مخصبة، وهي في مواقع يظنها الجهال أنها مواقع مطر وقريبة من البحار كما يقولون، يصيبها الجد والقحط كغيرها من البلاد. فلو كان هذا راجعا إلى الطبيعة وإلى المناخ لما أصيبت هذه البلاد بما يسمونه الآن بالجفاف، يسمونه بالجفاف ويشكون منه، قد كثر حصوله في هذه الأزمنة. وأن بلادا كانت مخصبة وكانت معروفة بكثرة الأمطار حبس الله عنها المطر، في حين أن بلادا صحراوية بعيدة عن البحار يسوق الله إليها الماء والأمطار فتخصب. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ فالمطر بيد الله سبحانه وتعالى. وهناك قوم يعلقون الأمطار بالكواكب والنجوم والطوالع والغوارب، يستسقون بالأنواء، وهذه سنة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستسقاء بالأنواء من سنن الجاهلية، وأن هذه السنة الجاهلية تبقى عند بعض المسلمين. كل هذه أمور محرمة، وسنة الأنبياء هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند انحباس المطر وشدة الرغبة فيما عند الله، وكلما اشتدت الحاجة عظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى، لا يقنطون ولا ييأسون. أما غير المسلمين فإنهم عند الرخاء يكفرون النعمة، وعند الشدة ييأسون ويقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فإنهم عند الرخاء يشكرون الله عز وجل، وعند الشدة يصبرون وتزيد رغبتهم فيما عند الله ويعظم رجاؤهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد مع العسر يسرا. في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب بيان لمشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وما يقال فيها وبيان لآدابها. نعم. خطبتكم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، يعني لصلاة الاستسقاء، خرج من المدينة متواضعا لربه عز وجل، متبذلا يعني لابسا لثياب البذلة وهي
الثياب التي ليس فيها زينة ولا تجمل إظهارا للانكسار بين يدي الله وإظهارا للضعف، متخشعا في قلبه وبصره وجسمه صلى الله عليه وسلم لرب من الخشوع وهو الذل، مترسلا يعني في مشيه غير مستعجل يقارب بين خطاه صلى الله عليه وسلم، إظهارا للضعف والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ثم صلى ركعتين كصلاة العيد. هذه صلاة الاستسقاء، ركعتان مثل صلاة العيد في صفتها وفي موضعها وفي أحكامها. ثم قال: ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خطب ولكنها ليست كالخطبة التي يفعلها الناس في عهد ابن عباس، لأنهم كانوا يخطبون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الاستسقاء، ولكن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كخطبة هؤلاء. ذكر أنهم يخطبون خطبتين، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخطب خطبة واحدة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن خطبة الاستسقاء الدعاء والاستغفار ويكثر فيها من ذلك، ولا يضمنها كلاما آخر كما في خطبة الجمعة، وإنما يضمنها ويكثر فيها من الدعاء والاستغفار. هذه خطبة الاستسقاء، خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار والدعاء، ولا يكثر فيها من الكلام والوعظ والتذكير. فليس معنى قوله ولم يخطب خطبتكم هذه أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب، بل إنه خطب لكنها خطبة لها صفة خاصة، الذين جاءوا من بعده خالفوها بعض الشيء، فهو يريد منهم الرجوع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل: مسألة الأولى أن صلاة العيد يخرج لها في الصحراء، أن صلاة الاستسقاء يخرج لها في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وأنها لا تصلى في داخل البنيان، هذا هو السنة إذا أمكن ذلك. المسألة الثانية فيه أن الذي يخرج لصلاة العيد لا يتجمل ولا يتزين، وإنما يظهر الذل والخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، لأن هذا أدعى للقبول. وفيه أنه يصلى للاستسقاء كصلاة العيد في الوقت وفي المكان وفي الصفة كصلاة العيد، وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن زعم أنه لا ليس للاستسقاء صلاة، بل ثبت أن للاستسقاء صلاة مثل صلاة العيد. رابعا، في الحديث مشروعية الخطبة للاستسقاء، وأن يتحرى فيها الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإتيان بخطبة مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب التحري والتقيد بما جاء في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الصلاة تكون قبل الخطبة، وسيأتي الكلام في هذا ومناقشة الأقوال في هذه المسألة. نعم. وقال:
هذا حديث عائشة في تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، أن الناس شكوا إليه يعني ذكروا له ما أصابه، وحوط المطر وهو القحط، هو انحباس المطر، القحط والقحوط انحباس المطر، فأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه من أجل أن يتهيأوا، حدد لهم يوما معينا يخرجون فيه من أجل أن يتهيأوا بالتوبة والاستغفار والصدقة، ويتعالم الناس بذلك حتى يستعدوا للخروج. وهذا كالذي قبله، أن صلاة العيد يخرج لها تؤدى في الصحراء. ثم لما حان الموعد خرج صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، يعني شعاع الشمس، سمي حاجبا لأنه يحجب رؤية عين الشمس، الشعاع يحجب رؤية الشمس، والحاجب معناه المانع. فجلس على المنبر الذي وضع له صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إنكم شكوتم جدب دياركم. الجدب معناه عدم الإنبات بسبب انحباس المطر، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. هذا إشارة إلى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وإلى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى روي بياض ابطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم توجه إلى الناس ونزل عن المنبر. فهذا حديث مفصل لكيفية صلاة الاستسقاء، ففيه أن صلاة الاستسقاء تشرع عند الحاجة حينما ينحبس المطر، أي لا تصلى دائما وإنما عند الحاجة، لأن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم، فهي تشرع عند الحاجة، فهي من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها. وفيه أن صلاة الاستسقاء يخرج لها وتؤدى في الصحراء القريبة من البلد، لأجل أن يبرز الناس لربهم عز وجل ويظهر فقرهم حاجتهم. وفيه أن صلاة الاستسقاء يشرع لها الخطبة، وأنها تكون على موضع عال أو على منبر من أجل إبلاغ الناس ورؤيتهم للخطيب وسماع صوته قاعد على المنبر. وفيه أن أول وقتها مثل أول وقت صلاة العيد، حينما تطلع الشمس ترتفع قيد رمح. وفيه مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء،
وما يقال فيها، وأنها تفتتح بالحمد لله، تفتتح بالحمد لله، وأنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يقولها جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بالحمد لله. وفيه أن الخطبة قبل الصلاة، ولكن في الأحاديث الآتية العكس، أن الخطبة بعد الصلاة، وهي أصح. الأحاديث التي تدل على أن الخطبة بعد الصلاة أصح، وعليها جماهير أهل العلم. فينبغي ويتأكد أن تكون خطبة الاستسقاء بعد الصلاة لا قبلها، كما تدل عليه الأحاديث الآتية. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، في دعاء الاستسقاء، والمبالغة في ذلك حتى يرى بياض أبطيه من شدة الرفع، إظهارا للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفيه أنه بعد الدعاء، بعد الخطبة والدعاء، يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحول رداءه، يعني اللباس الذي عليه، سواء كان رداء أو عباءة أو جبة أو غير ذلك من الملابس التي يمكن تحويلها، التي يمكن تحويلها بأن يقلبها ويجعل ظاهرها باطنها، وأيمنها أيسرها، وأيسرها أيمنها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في الصحيح، تحويل، قصة التحويل ثابتة في الصحيح، ردا على من زعم أنها غير ثابتة. وفي رواية أبي جعفر الباقر ابن علي بن الحسين بيان الحكمة من تحويل الرداء، وهو تفاؤل، التفاؤل بتغير الحال، تحول الحال من شدة إلى رخاء، ومن قحط إلى خصب ومطر. هذه هي الحكمة في تحويل الرداء، التفاؤل بتغير الحال من شدة إلى رخاء، ومن جذب إلى مطر وخصب وراحة للناس. وقوله غريب، الغريب، الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد، هذا هو الغريب، ما تفرد بروايته شخص واحد. والعزيز ما رواه راويان، ما رواه راويان. والمشهور ما رواه ثلاثة، والمتواتر ما رواه جماعة. فالغريب والعزيز والمشهور هذه من أقسام الآحاد، وأما ما رواه جماعة عن جماعة فهذا يسمى بالمتواتر. هذا ما يفيده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، يعني يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، انقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال الراوي: فلا والله ما في السماء من سحابة ولا قزع، وما بيننا وبين سلع، اسم جبل، من بناء ولا دار، إذ خرجت من خلفه سحابة مثل الترس، يعني صغيرة،
فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ثم أمطرت، واستمر المطر أسبوعا إلى الجمعة الثانية. قال الراوي: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا من السبت، من الجمعة إلى يوم السبت، والمطر يهطل متواصلا على الأرض ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ذلك الرجل الجمعة الثانية من الباب الذي دخل منه في الأول، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من كثرة المطر، ادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجوا يمشون في الشمس، انقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. وفي الحديث الذي قبله، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في المصلى ويدعو الله فنشأت سحابة في الحال، فرعدت وبرقت وأمطرت، فتسابق الناس إلى الكن. ففي هذا دليل على أن الله قريب مجيب، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه يستجيب الداعي إذا دعاه. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. مسألة الأولى: فيه جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة، تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة، وأن هذا مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام والإمام يخطب كما سبق. فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة ولم ينهه عن ذلك، لأن هذا للحاجة. وفيه مشروعية الاستسقاء عند الحاجة، عند تأخر الأمطار. وفيه مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهذا نوع آخر من أنواع الاستسقاء. الاستسقاء كما يقول ابن القيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات: الصفة الأولى هي ما سبق، أنه يخرج ويصلي، يخرج ويصلي ويخطب ويدعو. الصفة الثانية أنه يستسقي في خطبة الجمعة من غير صلاة استسقاء. الصفة الثالثة أنه يدعو دعاء مجردا من غير صلاة وفي غير الجمعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، استسقي وهو جالس عليه الصلاة والسلام في مجلسه، وفي بعض الأسفار إذا احتاجوا إلى الماء كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويستسقي دعاء مجردا من غير صلاة ومن غير خطبة الجمعة. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأما في غير ذلك فلا ترفع اليدان في خطبة الجمعة. هذا بدع، الذي يرفع يديه في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء هذا يعتبر من البدع. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنه إذا كثرت الأمطار وخيف الضرر منها أنهم يدعون بإمساكها وإنزال المطر في الأمكنة التي ليس فيها ضرر، اللهم حوالينا ولا علينا، على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا ما يسمون بالاستصحاء، دعاء الاستصحاء يعني طلب الصحو. الأول دعاء الاستصحاء، والثاني هذا دعاء الاستصحاء إذا كثرت الأمطار وخيف منها الضرر، فإنهم يدعون في خطبة الجمعة وفي غيرها، لكن من غير صلاة استسقاء، من غير صلاة، إنما ودعاء مجرد. المسألة السادسة:
فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بمجرد أن يرفع يديه إلى ربه ويدعوه يستجيب الله له، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الناس يركضون إلى الكن قال صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. فهذا فيه دليل وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا في عام الرمادة استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه طلب منه أن يدعو الله لهم بالسقيا، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، فهو حري أن يستجاب له قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نستسقي به يعني نطلب منه الدعاء، كما سمعتم في الأحاديث التي مرت أنهم يشكون إليه فيدعو الله فيغيثهم. هذا لما كان صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الاستسقاء به غير ممكن، لأن الميت لا يقدر على الدعاء ولا على أي شيء، ولا يجوز طلب من الميت، لا طلب الدعاء ولا طلب الشفاعة ولا أي طلب، هذا يعتبر من الشرك. الذي يطلب من الأموات من الأنبياء أو غيرهم شيئا حال موتهم هذا يعتبر من الشرك. أما في حال الحياة تطلب من الحي الذي يقدر على الدعاء أن يدعو الله لك فهذا مشروع، وهذا من التوسل المشروع. توسل ينقسم إلى أقسام، منه مشروع ومنه ممنوع. توسل المشروع طلب الدعاء من الحي نبيا كان أو غير نبي، هذا من التوسل المشروع. اغفر لي يا ستار استر علي، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا من التوسل المشروع، ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها. ومن التوسل المشروع توسل بالأعمال الصالحة، كما توسل أصحاب الغار بأعمالهم لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. التوسل بالأعمال الصالحة هذا من المشروع. كذلك التوسل إلى الله بحالة الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنوب، هذا كلها أنواع من التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات، لأن يطلب منهم دعاء أو أن يتوسطوا له عند الله في قضاء حاجة أو يتبرك بهم أو بقبورهم، هذا توسل مشروع ممنوع، وهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وكذلك التوسل بالجاه أو بحق فلان، توسل بالجاه بجاه النبي أو بجاه فلان أو بحق فلان، هذا من التوسل الممنوع الذي لا يجوز. فلا يجوز التوسل بجاه النبي ولا التوسل بحقه ولا التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، هذه كلها توسلات ممنوعة، وأشدها وأقبحها التوسل بالأموات، أن هذا أقرب وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا معنى قول عمر، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا، متى؟ وما إن كان حيا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الصلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فكون عمر رضي الله عنه عدل عن الرسول وهو قريب، قبره قريب لا بينه وبينه إلا أمتار، وما ذلك عدل عنه هو أفضل من العباس وأفضل من كل مخلوق، وفضله باقي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، لكن كونه عدل عنه لأنه ميت إلى العباس وهو مخذول، التوسل بالمخذول مع وجود الفاضل لكون الفاضل ميتا والمخذول حيا، هذا دليل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات، وإنما التوسل إلى الله بدعاء الأحياء، بدعاء الأحياء. ومن العجيب أن المخرفين يستدلون بهذا الحديث على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأموات مع أنه حجة عليهم. وهكذا كل من استدل من أهل الباطل بدليل من القرآن ومن السنة فإن دليله يكون حجة عليه. فعمر عدل عن الرسول وهو أفضل الخلق، أفضل من العباس، ومن عدل عنه إلى العباس وهو عدل عن الفاضل إلى المفضول، لأن المفضول حي يقدر على الدعاء، وأما الفاضل فهو ميت لا يقدر على الدعاء ولا يجوز التوسل به وهو ميت. فهذا من أبلغ الرد عليهم. نعم. هذا فيه أنه يستحب عند نزول أول المطر أن الإنسان يخرج ويحصر عن رأسه وعن بدنه ليصيبه المطر، لأنه ماء مبارك، ماء طهور، لم يخالطه شيء، لم تخالطه الأرض ولا الغبار ولا لم يخالطه شيء، فهو باق على خلقة الله له، وهو ماء مبارك كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا أو مبارك. فيستحب للمسلم أن يجعل هذا المطر يصيب ثوبه ويصيب بدنه تبركا به لأنه مبارك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد برب، يعني نزوله قريب من السماء، نزوله من السماء قريب، لم يخالطه غيره، فمعنى أنه حديث عهد بربه يعني بخلق الله له وإنزاله له سبحانه وتعالى، وهو ماء مبارك. وليس المعنى أنه نازل من عند الله في العلو، أنه نازل من السحاب، والله جل وعلا خلقه في السحاب وأنزله من السحاب، هذا معنى حديث عهد برب، يعني بخلق الله له وإنزاله له، لم يخالطه غيره من مواد الأرض، فهو باق على بركته وعلى طهوريته، فينبغي المبادرة لتلقيه والتعرض له. نعم. هذا أيضا من الآداب التي تم تشرع وتستحب عند نزول المطر. أولا أنه يحسر ثوبه ليصيب المطر ما تيسر من جسمه تبركا به، وثانيا أنه يدعو فيقول: اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا منصوب على فعل مقدر، أي يجعله صيبا نافعا. والصيب هو المطر الذي يصيب الأرض، دعا صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله نافع، لأن المطر قد يكون المطر ضارا بالغرق والهدم وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يجعله نافعا وأن لا يجعله ضارا، لأن الله يسلط المطر أحيانا فيضر الناس بالهدم والغرق وإتلاف الأشجار وغير ذلك، وإتلاف الأموال، ويكون ضارا ويكون عقوبة، لأن الله قادر على كل شيء. فدعا ربه أن يجعله نافعا ينفع به العباد والبلاد. فليس المدار على نزول المطر وكثرة المطر، المدار على بركة الله
قد ينزل المطر بكثرة ولا ينفع ولا يكون له تأثير، وقد ينزل ويضر بدل أنه ينفع يضر. فليس المدار على نزول المطر وكثرة المطر، وإنما المدار على بركة الله سبحانه وتعالى في هذا المطر. فلهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعله نافعا ولا يجعله لا نفع فيه أو ضارا للمسلمين. نعم. وهذا أيضا من الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أنه قال: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث إلى آخره. هذا مثل هذا نوع من الدعاء. اللهم جللنا، جللنا يعني عمم المطر علينا، ولا تجعله نازلا على جهة دون جهة، لأن الله جل وعلا يصرف المطر، ينزله حيث يشاء ويحبسه عمن يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعمم هذا المطر على العباد، ولا يختص به طائفة دون طائفة، لأن الكل بحاجة إليه. اللهم جللنا، نعم، سحابا كثيفا، كثيفا يعني متراكبا، لأن السحاب الكثيف أغزر مطرا. قصيفا، القصيف يعني الذي فيه رعد قاصف، يعني قوي، رعد قوي، أن هذا يدل على غزارة الماء. دلوقا، ضحوكا، دلوقا يعني ينزل منه الماء مندلقا يعني كثيرا، ضحوكا يعني بالبرق، ضحك السحاب هو البرق. والله جل وعلا يري عباده البرق خوفا وطمع، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمع. فالبرق من علامات الرحمة وعلامات المطر، تسقين منه رذاذا قططا. الرذاذ والقطط بمعنى واحد، أي مطرا دقيقا، لأن هذا أرفق للناس من المطر المنصب الكثير. إذا كان المطر دقيق القطرات متواصلا فإن هذا أنفع للأرض وأرفق بالناس من المطر المنصب الغزير الذي قد يترتب منه آثار ضارة. سجلا يعني كثير الماء، سجل كثير الماء. فهذه أوصاف للمطر النافع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها، فينبغي الدعاء بهذه الألفاظ مع الدعاء السابق. نعم. وقلنا إن خطبة الاستسقاء كلها دعاء واستغفار وقراءة للآيات التي تأمر بالاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقرأ هذه الآيات. وهود عليه السلام يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقرأ أيضا هذه الآية من سورة هود، يقرأها في الخطبة ليذكر الناس بها. ويكثر من الاستغفار لأنهم ما منعوا القطر إلا بسبب الذنوب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخيه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي، فهذا فيه دليل على أن الاستسقاء من سنة الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام، وفيه أن الاستسقاء يخرج له في الصحراء. وكان سليمان قد أعطاه الله فهم لغات الطير والحشرات، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فلما خرج وجد في طريقه، كما أنه لما كان في مع جيشه وأتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، وعرف سليمان ماذا تقول وتبسم ضاحكا من قولها ودعا ربه عز وجل. هذه مثلها نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، هذا فيه أن الإقرار بالعلو أمر فطري حتى عند الحشرات ترفع قوائمها إلى السماء. فالنملة خير من الجهمية الذين ينكرون العلو. وفيه مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، هذه النملة رافعة قوائمها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال نبي الله سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. المصنف ساق هذا الحديث ليستدل به على أنه يستحب إخراج البهائم مع الناس في الاستسقاء، لأنها بحاجة إلى ربها عز وجل، وهي أيضا تدعو ربها عز وجل وإن لم نكن نعرف هذا، لكن سليمان بما أعطاه الله عرف هذا، ففيه مشروعية إخراج البهائم عند الاستسقاء. نعم. وعن انس رضي الله عنه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى اشار الوجه بكفيه الى السماء وجره مسلم. هذا كما سبق فيه رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وأنه يبالغ برفع يديه حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلاة الاستسقاء تفعل عند الحاجة، لا تخصص بيوم، ولكن الذين يخصصون بيوم الاثنين ويوم الخميس لأنهما يوم أن تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فهم استحسنوا الاستسقاء في هذين اليومين والاستسقاء في أي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا من باب الاستحسان من بعض الناس فقط، وإلا ليس خاصا بالاثنين ولا بالخميس، إنما هو حسب حاجة الناس. نعم. نعم، قياسا على صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في ذهابه لصلاة العيد ورجوعه، مثله أيضا الاستسقاء. نعم. أول المطر في الحديث، أول المطر يعني أي مطر، سواء في بداية الموسم أو في وسط أو في وسطه، أو المهم أول ما ينزل المطر يستحب للإنسان أنه يتلقاه. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويتوضأ من الأودية ويقول اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله لنا طهورا، فمن توضأ ومن اغتسل فهذا شيء طيب. نعم. ما نعلم شيء، لكن هذا الحديث، حديث قصة سليمان، استدلوا به على إخراج الحيوانات لأنها تدرك حاجتها إلى الله سبحانه وتعالى، وقال سليمان سقيتم بدعوة غيركم،
فلعل الله أن يسقيهم بسبب هذه البهائم. نعم. الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من آداب الدعاء، إلا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي فيها، مثل خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي فيها، مثل الدعاء في الصلاة التشهد لا ترفع الأيدي فيه، مثل الدعاء بعد الفريضة لا ترفع الأيدي في هذه المواطن لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنها ترفع الأيدي، هذا هو الأصل. فالأصل رفع الأيدي في الدعاء إلا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه. نعم. نعم، إذا كانت بعض البلاد مجدبة فينبغي للمسلمين أن يدعوا لإخوانهم المجدبين ولو كانت بلادهم هم مخصبة وفيها أمطار، لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحمى، فيدعون الله لإخوانهم الذين انحبس عنهم المطار. نعم. الشماغ ما يسمى رداء وله في حكم الرداء، إنما يشرع ما كان على أعلى الجسد على الكتفين وما على الظهر والصدر من الكوت أو الجبة أو البشت، هذا الذي يقلب. نعم. أما العمامة على الرأس والغطاء على الرأس هذا ليس في حكم الرداء. نعم. يكررون كل ما كانوا بحاجة إلى المطر يكررون ويستسقون ويكررون الاستسقاء إلى أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا، الحديث في رواياته الثانية يا عباس قم فادعو، قال له يا عباس قم فادعو، قام العباس ودعا. نعم. الله أعلم، الله أعلم، صوت الرعد والبرق هذه أمور لا نعلمها، كلام فيها كثير لكن لم يثبت فيها شيء، لكنها من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، أبو عوانة هذا حافظ من الحفاظ وله صحيح، كتاب صحيح ابن عوانة مشهور عند المحدثين. نعم. كل صفات الله توسل به وأسماء الله، ويقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم. ليس بينهما تعارض لأن لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية، لأن المرض يعدي بنفسه لا بقضاء الله وقدره، أما فر من المجنون فرارك من الأسد فهذا يدل على أن العدوى تكون بإذن الله وبقضائه وقدره، وأن مخالطة أصحاب العاهات سبب من أسباب العدوى بإذن الله عز وجل، والابتعاد عنهم من تعاطي الأسباب ومن الوقاية، الوقاية خير من العلاج كما يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه،
وإذا حصل وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. كل هذا منع للعدوى بإذن الله عز وجل ومن تعاطي الأسباب. فقول لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كانت الجاهلية تعتقد، لأن المرض يعدي بنفسه وبطبيعته من غير قضاء الله وقدره. أما إذا اعتقد أن المرض يعدي بإذن الله وبقضائه وقدره وتعاطى الأسباب الواقية هذا لا بأس به. نعم. نعم، لا تقولوا هذا ولا تنقولوا المطر بقضاء الله وقدره ورحمته في أي مكان، ولا تقولوا إن القريب من البحار كذا والبعيد منها كذا، ما له داعي الكلام هذا، لأنه يفتح الباب، يفتح الباب للاعتقاد الفاسد. فعلموا الناس عقيدة التوحيد وأن الأمطار بيد الله، هو الذي يحبسها وهو الذي يرسلها، وليس للأمكنة والمناخات تدخل في ذلك. نعم. نعم، من صلة الجد، أن يكون من صلة الجد إذا زرت زوجاته وأصدقاءه، هذا من يعتبر من البر، من البر به. نعم. نعم، يمنع من السبب الذي يمنعه من حضور الجماعة. أما أنه يحضر الجماعة وفي روائح البصل يؤذيهم فهو آثم بذلك، آثم بذلك، وتركه للجماعة بهذا السبب يأثم به، لأنه هو الذي فعل السبب الذي يؤخره عن المسجد، يتجنب هذا البصل أو هذا الكراث أو هذا الثوب، يتجنبه. وإن كان لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطبخه حتى تذهب رائحته. نعم. طهرها، يعني قدسها طهرها، لا مانع من ذلك، دعاء له بالرحمة والتطهير من الذنوب. نعم. فيه أحاديث ضعيفة، فمن فعله لا ينكر عليه، ومن تركه فهو أحسن. نعم. لا، ما هو بسب للدهر، لكن يقول إن هذا اليوم صار فيه حزن وأسن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك سبا لليوم، وإنما هو إظهار للحزن على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مع الكفر والمعاصي، كل النعم إذا كانت مع الكفر والمعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعة فإنها رضا من الله وعون على الطاعة. نعم. لا يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة، لأن هذا الشيء لم يرد عن السلف ولم يعرف عنه، ولأن العصر ليس من جنس الجمعة، فلا تجمع صلاة مع صلاة ليست من جنسها. ليس معنى ذلك أنهم لا يربون على الطاعة وعلى
على الصلاة، بل معناه أن الله رفع عنهم الإثم، رفع عنهم الإثم، وإلا من جهة التربية والتأديب فهم يؤدبون، يؤدبون على إذا فعلوا ما يخالف يؤدبون بضربهم بالعصي التي لا تضرهم. ولهذا يقول إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار. كان السلف يضربون أطفالهم إذا حلفوا من أجل أن يعظموا اليمين ولا يتهاونوا بها، فهم يؤدبون، وإذا احتاج إلى ضربهم يضربون ضربا غير مبرح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أمر بأمرهم بالصلاة، وهذه طاعة. فليس معنى أنه رفع القلم عنهم أنهم لا يؤمرون بالعبادات ولا يعاقبون على المخالفات. نعم. نعم، يطوله كما يطول الركوع، أول السجود كما يطول الركوع، وإنما ذكر العلماء